جينا في هذا النهار هذا اللي هو يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، بعد ما جينا ندير واحد المراقبه صحيه ديال هذا الشيء ديال الشتات وبالخصوص الشتات ديال البرقوق، اللي جينا كندير واحد المراقبه او نيفو دي غاسين او نيفو دو لا بارتي ايريان ديال 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 الغرس، باش كنشوفوا واش ما كاينش شي امراض في الجذور ديالو او لا بارتي ايريان ديال هادشي ديال برا عاود، باش ما يكونوش شي اعراض ديال شي حاجه ولا ديال شي حشر ولا ديال شي امراض. وحنا جينا اليوم باش نشوفوا بعد ما كدير المصلحه المختصه المراقبه ديالها اي لونسا دازرو كيديروا المراقبه ديالهم قبل، ولكن انا اليوم جيت باش نضر ندير واحد المراقبه حتى انا هاد الجذور هذا، حيت انا السيد كنتعامل معاه كنتعاون معاه لابد حتى انا كندير المراقبه ديالي باش الفلاح ما ياخذش حاجه اللي ماشي هي هذيك. اذا شاهدوا كيفاش كنراقبوا هذا الشيء، حنا كنشوفوا النيفو ديال الجذور وما فيهش شي اعراض، حيت كيكون بعض الحشرات هنا في الجذور ولا بعض الامراض البكتيريا اللي ما كيعرفهمش الفلاح. ضروري ومؤكد خص الواحد دائما يدير واحد المراقبه او نيفو دي غاسي اي او نيفو دا بارتي اريان باش كنشوفوا واش ما فيش شي اعراض ولا شي حاجه قبل ما يغتني الفلاح وغادي يدي يزرعوه في التالي غادي يضيع فيه. حنا كنديروا المجهود ديالنا وكنديروا المراقبه صارمه باش نحاولوا ما نخليو شي حاجه اللي غادي تدوز الفلاح اللي غادي تضرو ولا اللي غادي تخسر المنتوج ديالو. هانتوما راقبوا كيفاش كتهز، شاهدوا كيفاش كنشوفوا هادشي دوز هانتوما شاهدوا، هادي راه الشتلات ديال البرقوق وحنا غادي ننتقلوا للتفاح باش نشوفوا حتى التفاح لا بارتي اريان ديالو، نشوفوا لا بارتي سوتيغان واش ما فيهم شي اعراض ولا ما فيهم شي امراض ولا شي بكتيريات ولا غيره. هانتوما وحنا دابا في عاود لي بلون ديال البومي اللي في بزاف ديال الاصناف بوكو دي فاريتي على حسب الكوكينيير ديال السماء، لكن كنحوش انا في هاد الامور ديال لي فاريتي ولا هادي داكشي كيتعلق بالفلاح. انا كندير واحد لو كونترول في السوساليتي او نيفو ديال لي غاسين او نيفو ديال لافاريتي ديال واش ما كاينش شي اعراض باش الفلاح حتى الا خسر هاد الاشجار يكتعلم ما فيهمش شي حاجه اللي غادي تعود عليه بالخساره. لذا كنصح حتى الفلاح دائما يراقبوا، كنصح الفلاح دائما يشوفوا فين غادي يشري، وحتى الا تلفوا ولا ما عرفوش عندهم الحق يمشوا للمصلحه المختصه اللي كنسموها لونسا ديال المنطقه ديالو اي حمايه النباتات فين ما كان، راه هادو هما الناس اللي مكلفين بهادشي ديال المراقبه ديال الشتلات وديال الامراض ديال كل حاجه. لذا حنا دابا متواجدين دابا في ازرو، هانتوما شاهدوا راه صناف ديال التفاح هنا، وهادشي راه كيخصو المتابعه كيخصو المراقبه كيخصو دائما واخا دا الفلاح خصو الفلاح عاود ملي وصل تما كيفاش يزرعو كيفاش يدير. لذا كنحييكم من مدينه ازرو، تحيه لكم من هرمون وحتى قيسابيق لمصلحه حمايه النباتات وسط ازرو. السلام عليكم ورحمه الله.